سدح يطبن كاس سنة لصودا في وحباق بصومي دولة قبلات جبلان ليراهدو من دولة ديد هيسطو داد كيدو هي سيهين داد دولة دا صوماليا دا فدرال كانا اي اقون سنتهي بيش عالم كاي ودمد دريس كانا اي لشقيان اي هل كاسي عقه هيدو اسكوتاتي وحينا كمتهي هرماركا يقوله لقاري إسبدالك يا دورشدة والو قصبية دادك هاي جبلان ايا اسكاله إياقا يقعانتو دا كجرتا وحي هادا كدن بيينا مدى واندونو إن لغوار وريقو قبشدة دورشة حر إيا حلالة لكن هادانا وحان سمين دونا وحيتا هاينا نقولي قاعدو حبد آن ريدو ديغان ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا إن هو المكان الذي يجعل هذا 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 المكان الذي وحاجر وحل يرادو وذاددي هوري أولياء ذاها أي وحال يرنن أولياء أو بوبي جري أو كعبادو كسو تكن جري باجري مركا حاس كيسو وغور رمي وحو يري أنا وكعبادو كسو تكن بعيتر أو هبلو وركاسي ورجر ماها نن كعبادو كسو تكن ميك ننكي مركا وحونا قضي للفجيسن مالك جدًا بيه كرامة وسكديو وحويري حاس كيسي وحويري مركا جدًا بيه عن كعبادو وبوبي دونا وحان ربعينا دي داوت مركا والا بلمي مال مال ماه كمي دا حاس كيسي وكبجوكا هو داوت نيسو بوبي وذاتك مركا وحالك السوقيه هنا يتراهضوا أو يبلو واحد إيشي يجي سيوان أركي وارنتا لكن مركو بوبا يو مدمغنا وارو يدا يقشيكي يعني وحان هو مهين قبجو كما هين مركو بوبا يو كعبد يكسو تكذا يو مدك دي بسوال لابطي أيا وحاو يرهي كورا مانت مركا مشاكي بعضا ينا نولياه يو كعبدا كنتو كذا عيتر هو هبلو انت انا نهوش على جارين حدي لا بوبا يو ستو سا لو بوبا اي مگيس كيس با لو بوبا كوسو دغو رويال او غريها ناسن اوغو ايمو ريركنا لا كالاي ادا او رياقيه وراس قبو رويال رير لاغو دقو روخدو اي كودغي رون هويدا اي راحا غبدادا ريادودي ويان halka lagu hodmee hooy laga hela iyadoo heer sareeyso ragna soo hanaashay waa royal shirkadda dhismaha ee royal modern homes waxay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhiseysa xaafada backland ee magaalada nairobi guriyahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurta ay ku ciyaarto masaajidki gymki supermarketki goobti dabasha dugsiyada quraanka iyo madrasadi baakinada gawaarida waxaa sidoo kale guriyaha royal ku xeeran xarumaha waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahin intaas dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah aada yaan idin salaamaya dhammaan dadka soomaaliyeed ee caawa halkan isugu yimid aad baan idinku mahadnaqayaa marka koobaad waxaan rabaa inaan salaamo salaan sharafeed salaan diinta siyaasiyiinta culimada diinka dumarka dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada qof kasta waxaan doonayaa inaan ku salaamo mansabka iyo meeqaamka uu halkan ku joogo
وحانا سيدو كالربا إن أن أن إذيما هنا بمر لبا إنت أسبركي لغا سوتاكو إن وحان ربا يوكالا إن أن أم هنوكو دال إيرادي إيو مسؤولين تي كسو شقي حفلة عاوة إنو أغاسمي ما المكو هولنا قبن قابة إذا إن سيدان قروح ذو بدن أي أدع ذانا سببوا سيدو كلا يقول وحان ربا إنا نمى هدنقو أنا نسود ويبهد صحافة إيو فنانين تا قيبه هذا قل الدول كوا هلكا نلتشوغو إيره نيروبيا إيو كوا ملاها كلا نوغا يميد سيدا جيك جيغو آدي يعني ذي كما هنا غيا إنت أسمركي لغتاكو إن أنيغو عاوة فرحادة يأييتا هاي إن أن هل سياسيين هوري صلاة الدين علومو وانا ذو ذا يتلبحين تولا وحبادنا يأييغو فرانتال سيدوك له إن أن هلو فرصدن أو هدف كيغا سياسة ذات يا سببتا عن سقوطا غي مشرحني ماذا جبلان إن أن لو ذا قدتك الصوماليات غارحان كوه النيروبي يبارق أفريكا شرفا يأيضنا إيتا انتا مركي لغا قدبو أنيغو شخصيا تعريفين تيدا وحان سلايا هاي مرة هورانا وانو كهاد لاي أصحابتي إيغو الرئيسي وأقوم بذن إيلا سيدا صاحب كي فارح بلا وحبو كتابتي مركا وحان سلايا هاي تاسي وحبكا ما أورانا يو وانا دريما يا ووقت الدنب إن بذن ويدينكو إذن كم إذن وحالغي يا باسا عدي هردادا إن لدافي عادة إذن هاي مركا وحان سكودة يا إن عن برنامج كاسي توسا وقودة قلو dadku qaar waxay yiraahdaan anigu barnaamijkan isku soo sharaxay oo loo yaqaan musharaxnimada ama kaambeynka ama ololaha siyaasadeed ayaa waxa weeyaan sida inta dadka badan ay u fahmaan aniga laakiin waxay iiga dhigan tahay waxa la yiraahdo socdaalka ama geediga dib u urashada Jubaland waxaan rajaynayaa geedigaas inuu naqdo kii lagu nasto oo lagu nagaado hadii kaasi aan wax yar ka yiraahdo waxaan rabaa waxa la yiraahdo Jubaland waxa ka hadleen salaadiinta iyo raggii halkaan la joogay ka mid ah saraakiishii soo dagaalamay Jubaland markii xuduudka laga tilaabay muddo saddex iyo toban afar iyo toban sano ka hor socdaalkaas oo lagu tagay magaalada la yiraahdo Kismaayo marka koobaad waxaan rabaa inaan xuso dhalinyaradii mujaahidiintii odayaashii raggii naftooda ku waayay dagaalkaas deegaanka ka mid ah Jubaland looga xoreynayay argagixisada waxaan Alla uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo ehelkii ay ka tageenna gadaashood inuusan dulaynin sidoo kale dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa barnaamijka oo uu hoggaankiisa lahaa Professor Gandhi oo dad inta maalada inta badan ay yaqaanaan fikirka Jubaland ninkii xurriyay isagu ahaa hase ahaatee markii la tagay meesha la yiraahdo Kismaayo oo maamulkii in udubada loo dhisaahay waxay dadka intooda badan garteen Maxamed Axmed Islaam in loogu wareejiyo loo dhiibo xilka si marxaladii markaa lagu jiray dadka reer Jubaland uu uga saaro dadaal badan ayaa loo maray 13 kaas sano la soo dhaafay waxba qabsoomay dowlad goboleed Jubaland la yiraahdo mandate dowladeed haysato dadkeedu ay aysan yihiin
dad dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ana ay aqoonsan tahay beesha caalamka iyo wadamada dariskana ay la shaqeeyaan ayaa halkaasi cagaheeda isku taagtay waxayna ka mid tahay horumarka iyo guulaha la gaaray hase ahaatee waxaan rabaa 13 sano ee la soo dhaafay waxa Jubbaland ka qabsomay waa wax lagu qaban karay 3 wax ka yar 10 oo Jubbaland ay aasaasnay ayaa dadka reer Jubbaland ka habsaantay deegaanada Jubbaland intooda badan gacanta dadka reer Jubbaland kuma jiraan waxay gacanta ugu jiraan urur algagixisa oo shabaab la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee deegaanada degan in badan oo ka mid ah way ka soo qaxeen dhibaatooyinkaasi ay al-shabaab ku hayaan in badan oo ka mid ahna waxay ku hoos nool yihiin cadaadiska uga imanaya al-shabaab haddii marka mar uu xaalku sidaa yahay waxaa iyaduna meesha ka baxday dowlad goboleed Soomaaliyeed oo dadka Jubbaland ay wada leeyihiin waxa ay ku leeyihiin aysan cidna marti ugu ahayn adeegii iyo agaasigii dadka Jubbaland inay u qabtaan la doonayeen ay ka gaabiyeen sidoo kale sida aanu ognahay waxaa muddo badan maamulka Jubbaland ka jiro oo ayaduna sababay isfahan waa soo dhexmaray dowladihii hore ee federaalka ah ee Soomaaliya sidaasi la mid ah iyaduna dad badan oo Soomaaliyeed oo bulshada dhexdeeda ku lahaa magac iyo mansab ay ka mid yihiin siyaasiyiin salaadiin dadka ciidamada u soo halgamay Jubbaland ee madaxda ka ahaa ayaa waxay kaliftay kala duwanaansho afkaar awgeed in ay ka haajiraan deegaanka Jubbaland anigu marka haddii dhibaatooyinkaas oo dhan ay jiraan waxa aan isku taagay iyo socdaalka uu ku wajahan yahay waxay tahay maamulka hadda jiro ee Jubbaland oo waqtigiisii uu dhammaaday muddo sanad la darsadeen oo sharci darro ahna uu dhammaaday in meesha laga saaro oo la beddelo dadku waxay yiraahdaan inta badan waxaa la isweydiiyaa doorashada Jubbaland goormay dhacaysaa waxaa kaloo la isweydiiyaa madaxweynaha Jubbaland goormuu doorasho qabanayaa waxaan rabaa dadka reer Jubbaland inaan u sheego doorashada Jubbaland in ay dhacdo oo isbeddel uu Jubbaland ka dhaco cidna kama baryayn isbeddelka iyo doorashada waa lagu qasban yahay dadka reer Jubbaland ayaa iska leh iyaga ayay gacantooda ku jirtaa wixii hadda ka dambeeyana ma daawan doono in laga warwareego qabashada doorasho xor iyo xalaal ah qaabka aan doonayno doorashada in loo qabto waxay tahay oo marka koowaad ee dadka dhaqanka ah ee reer Jubbaland ee salaadiinta ah in ay noqdaan dadka xaqa u leh in ay soo xulaan cidda wax dooranayso ayagoo matalayo beelaha ay ka soo joodaan dowlad iyo nidaam kasta oo jirana uusan farigelin ku sameynayn sidoo kale waxaan qasbi doonaa inay dhacdo doorasho meel dhexdhexaada la isugu imaanayo guddiga doorashada uu dhexdhexaad yahay goobta lagu qabanayo ay dhexdhexaad tahay talada iyo proseska iyo jadwalka lagu qabanayana ay dadka u dhexayso mar haddii doorasho ay dhacdo anigu haddii aan noqdo qofka loo doorto madaxweynaha Jubbaland oo ilaahay uu qadaro waxyaabaha aan damacsanahay ee ugu horreeya waxaa weeyaan in la xoreeyo deegaanada shabaab gacanteeda ku jiro waxaan rabaa in aad la wadaago dadka reer Jubbaland iyo guud ahaan dadka Soomaaliya in wixii hadda ka dambeeyo sidaan hore u sheegay marar hore aanu anbaqaadi doono abaabulka iyo wax ka qabashada xoreynta deegaanada ku jiro gacanta shabaab
مر هدي ديجان كله حريه أنت أنا تاعي قد من حيرة ذا أنا وحكيرة ذا دقبا وحي سويديان نندلي يرى نصاحبنا هاي يا وحي يقولي صوت إيمو جنا يا تاجرو كل يبغى وحاتها هاي نن دلي يرى أو غرب الجوجا أو وحبرتي وحان إسلاي هاي قري مقادي دونتي عيدا ما أبغي دونتي حبنا مريد دونتي وعربا أرجع أنا عدايو أنت سوى صح وحن مدأها قرب الجوق وحنا يقف أقويانا وحنا يقف رجبلانا لكن هذانا وحن سمين دون وحيته هنا نقولي قاضو حبد أن ريدو ديجان نذا ديجان نذا ذكر رجبل عنده هذا كم قرنا إن عنده هذا المسلمين حال لكن وحنا ربعيضون هنا نعديه قرشه يكمل جرته إن دليل هذا عيد ماذا خير جبلان ديجان كقطعي دفاع وجوشرو أهل كأه سوى ذا شقيه إن عن علاه تحضو ذا كل ذا أيق قريه سودي بقرشه كمن ما waa halka loon doonayo waxay tahay hadii deegaanka la xoreeyo qorshayaashayda waxaa kamida dadka reer Jubaland ee deegaanadooda ka qaxay in dib loogu soo celiyo waxaanu sameyn doonaa barnaamij aan kula wadaagay dadka ajendaheega siyaasadeed oo muujinayo in dadka deegaanada ka soo qaxay loo sameyn doono magaaleyn in deegaanadooda lagu xulin doono إن لا سمين دونا وحيابها أساسية أي أبا هانتا حيث أي أبا هنيهين سيدي قانا دو ذا أغو نقضان أي نقود دقا وعربا مركا تاسا دي لا سمينيو دادكار جبلان وحي أبا هنيهين إن لا إسكو فرفرو وحن أبا هانا دادكار جبلان إن قبائل الله إنو سجري وعربا إنان عديو دادكار جبلان وحي إسكو kadhaxeeyo way helnimo xididnimo deegaan wadaag dal wadaag hadii ay jiraan dad siyaasiyiin ah oo abuuray xiisad lagu kala qabqabayo dadka reer Jubaland taasina meesha waanu ka saari doonaa waxaan rabaa inaan cadeeyo anigu deegaanada Jubaland saddexda gobol ee ka kooban tahay mid kasto kamid ah een waqti baan ku qaatay noloshayda kamid ah dadku deegaanka sida ay u degan yihiin waxa ay isku yihiin wanaaga ka dhaxeeyo iyo helnimada aqoon dheeraad ayaan u leeyahay waxaan rabaa markaa reer Jubaland inaan u balan qaado anigu inaan noqon doonin musharax ama madaxweyne qoys ee aan noqon doono mid qabaa'ilada Jubaland u dhaxeeya ee hore halkan waxa ka hadlay waxaa dad een ku hadlay Soomaaliyeed een may iyo mahatir waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waxay isku fahmaan ee ay communication ka iyo wax isugu gudbiyaan waa labada luqadood waxaa kaloo Soomaalida loo kala qaaday jareer iyo jiraa waxaan rabaa inaan labaduba ماي محاتري انت كو هذا شو انت كو هذا انت اللي يراد جلال يجراع جرير يجلع وحان ربا لبادو سكا صودو كلا قادة ودفك صومالية اري جوبلان او لغيه بدوغان ده سي برع او عدالة ده او ايه قدام ودفعيه انا نوادي قدونا وحان وحكتابنا يا دالي يراد صومالية أني هدفك أن كل شقينا يو وهدف لن يروي سيدوك لو عان ربا عاو هرتينا إن عن كبلا قاعدو حديا أنا مدح بينا كنو قولها وزيرا ذا نسي دونا بقول كيبا كنت نحن نقول دونا عن اللي يرو سيدا سلم إذا وعان ربا دمر كالصوماليات يقبلها الصوماليات
كلية معها إن معمولك يا نظامك عن بس دونا أي بقولك وكنتم كنا قندوران لكن وحي بقولك وكنتم كنا قندوران شقالها دورده وحان وصل دونا دتك الصوماليات إدل يرده يدمرك إنت بدنا سياسيين تا إن بدن إن عن إسلاحي هاي إن وحي قندقوا هاي سياسة دي دورك إيا طبانك السنة لصودا في جبلان كجرتي أي كهر مريين وحكستقوا بالشدة دانا هذا ميدا خاصة إن أي ستاس كحدورين وحان تاوي قدبيا إيا عن ربائنا وحكي راهو عيدا مدى جبلان سيدا وهل كان كشاغي والالكي صاحبكي عبد الشكور إن بدن وكمدة إذا ما دي رجبلان صودا غالانتي دعوة عنتي دباتة أوغارتي إن لهلا دولة جبلان والوهي دا اسكو تاكتو إن بدن وكمدة دبدا يكتشوغان إن بدن وكمدة واحد ريال كما هيستان دولة جبلان كوا كشهيدي والد كود يقود كي كتجان مال أي دولة كوا اكتهي ميجرتو أنا جو حام بلن قاضي حدي عن نقض مدحوينه جبلان إن عن أبوره هي الدولة أو شقادة كلية أي تهاي دريال كا إذا ماذا وحكون نقضه أما كدا وعمو أيغو أو دفاع أيو ديغان كودا أيغي وكورو سيدا السلامي دا وإذن وحام بلان قاضي إذا ماذا كجر الدفاع إي هر يهبين أتاقن إن يسوغان أمانك إن لفتوضة عن أساري دونو قد مدح بنان أو سوقا بيو سكر لوغو قاضي لها دريال كودا مشارات كودا iyo sida si lamid ah in xilliga ay ka tagayaan shaqada ay u hubsadaan in ay haystaan gunno ay kaga maarmi karaan in ay cid kale gacanta u horsadaan een qodobkaas waxaan uga gudbayaa oo aan rabaa inaan hawsha aan hadalkayga ku soo gunaanado inta aan erayada ugu dambeeya aanan gelin جبلان وحي كمتا هاي دولة فدرال كيه سوماليا دولة جبلان عبد الله علي ومدحوينها كنقضو إن شاء الله وحي حقيقين تونتا وذا شقين تا دولة فدرال كيه سوماليا مدحوينة كستقو حلك يماذا وحان كل حرمين دونا دولة فدرالكا يهوغان كيدا وحا ودستوركا صوماليا وحقا وسي وحيا بهاس او ان نبسان دونا ايقونا ان وحا اي دولة فدرالكا حق لهذا هاي ان ايسان دولة فدرالكا اكو حد قبل وعان ربا انان برامج كيغا كسو قنانا دو een waxa la yiraahdo al shabaab oo hore aan u sheegay een dadku marka ay ka hadlayaan dhibaatooyinka ka jirta deegaanka waxyaabaha ay soo qaataan waxay tahay in shabaab loo maara waayay international community beesha caalamka ay waxba ka qaban waayeen dawladda Soomaaliya federaalka aysan waxba ka qaban karin wadamada dariska ana aysan waxba ka qaban karin لكن أنا جو حنكران هي عدة وحكة قبان كرتو عدة وحكة قبان كرتو وهذا كان جبلان وحن مركز يدين بلان قاضية إن دليل رضا رجبلان ديار كأوه إن الجهاد كجلان عن أسمين دونه قرشو يميل كسو هيرتان دجال كا يجري دونانا وددي أي أمر لهايين إن نجيب دونه intaas kadib waxaan rabaa dadku qaarkood waxay isweydiyaan maxaa Nairobi loo joogaa maxaa loo joogaa Minnesota maxaa Mareykanka loo joogaa Kismaayo goobay la tagi doonaa
كو هاربا هنا نراهدو ان كسماي وانا تجدونا ان تجدونا كريا ماها حفلتا كبالا رمكو غاندونا وحكالو أنا 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 مشرح أنا 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 وأنا أقول أن أصوغاتو دادكو مركي سؤالها سويدين يان إن وكداعة ووحي سويدين يان سيدة هورا الله شاهي نين كان شريركا كوقب سنة إيو ودن كدبديسة أمو ملحيسة تاوحان إذن حقيقين يان إسا محبك يجرين لكن وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن بعيد رأوا هملو وركاسي ورجل ما هنن كعبدك سوت كذميك نينكي مركا وحونا قضين الفجيسن ما لين جدا بيك كرامة وسكدي وحويري حاس كيس وحويري مركا دم بيك عن كعبدك بوب الدوان وحان ربعين هذا دعوت مركا والله بالله ما مال مال ما هكمل ده حاس كيسي وكم جو كه دعوة نيسو بوي ولدك مركا وحالك السوق يينا يتراهضو أو قبل واحد إيشي يجي وانا ركي وارنتا لكن مركو بوي ومدمغنا ورو يا ده يكشي كي أنا وحنا ما مهين كم جو كم مهين مركو بوي وكعبدي كسو تكذا يوم مدك دب صلاة بتي أي وحاو يرهي كورا مانت مركن مشاكل بعض أنا نولية هي وكعبة أنا كنت كذا عيتر هو هبل وانت أنا نهوش على جارين حدي الله بو بيو ستو سالو بو باي مجلس كيس بالو بو باي مرجع وحان لا يعي إن دتكو أنت وناج يا قلبي وناج أي كأهي إن مركانو كسمائنا تبنو بؤالنا تبنو وحيدي دونان ولا واشاكي بحناي لكن انت ايسن يدوناك كأهين مركان بؤالي كسمائنا تبنو وركلا كسوينا انت سبحانه قد بيا وحان ربا معلمها سو سعودو وحانو دمستري دونا يسبوعيا سو سقدا وخي كولما او نيروبي نوغا هرسن انتا وخي كدنبهي وحان او ديار غروبي دونا خيليغا ان ودنكا غوديسا ادي دونا ددكا سومالييد ريجوبلان وانا لا قيبسن دونا لكن وحان ربا ددكا ريجوبلان اني اوغادان قويس كاستو يا قبيل كاستو او اي كاميديين دالييرو دومر سلادين برنامج كان جديدة دبو عرشادة جبلان عندنا مرتي أوباماية عريقو مشرحهان عد سيقوني أه ملكي لا إيقاء أو مسؤول إيقاء أو لا إيسا مرجنا ميجرت عد سيقوني أه قوي سيقوني أه عن إياقو دانهوضي إيا مبادئ ذو ذو قطاقنا حينا ميجران مبدأ يا سياسة يا برنامج كأن كنت أجن حي وامد رجبلان أردن أي ودليه وحان ربع مرك هنا هل كان كشيعو أسبوع كذب وحان كل واقع دونا جديجة ولا لها دبو عرشة جبلان
guddiga waxaa ka mid noqon doono rag iyo dumar Soomaaliyeed oo qaybahooda kala duwan ee bulshada ah. Cid laala cidii doonaysa inay barnaamijka qayb ka noqoto doorkii ayada kaga aadan ay ka qaadato waxaanu ka codsanaynaa in ay nala soo xiriirto. Waxaanu xaqiijin doonaa inaanu idinla fariisanno, idinla hadalno, taladiina qaadanno. Wixii aad na siinaysaan oo tala bixin ana inta badan aanu ku dhaqmi doono. Intaa kadib hadalkaygii waxaan ku soo koobayaa, waxaan u mahadnaqayaa mar kale shacabka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee caawa halkan isugu yimid. Mar kale mahad iyo sharaf waxay u sugnaatay dhalinyaradii barnaamijka soo qaban qaabiyey, bahda saxaafadda aad baad u mahadsan tihiin, fanaaniinta qaybahooda kala duwan ayaguna waan u mahadnaqaynaa. Waxaan rabaa inaan mar kale dib ugu wareejiyo barnaamijka iyo mikrofoonka walaalkeen hawsha noo daadihinayay. Aad baad u mahadsan tihiin reer Jubbaland. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.